اليوم حلقتنا مميزة لأنه عندنا أصلاً مناسبة مميزة. اليوم طبعاً يوافق اليوم الوطني الإماراتي، وكلنا طبعاً نحب نهنيهم ونشاركهم الاحتفال بهذا اليوم. طبعاً اليوم الوطني الإماراتي محطة سنوية ننتظرها كلنا، لأن في هذا اليوم تكون عيون الدنيا كلها متجهة نحو الإمارات عشان تتابع الاحتفالات الرائعة. كنعرفوكم كتمشيو الإمارات بزاف، عاودوا لي شي قصة، شي موقف، شي حاجة زوينة وقعت لكم تما عندها علاقة بهذا اليوم. شوفي لأن أنت عايشة هنا أكيد عندك كل القصص. شوفي عبلة وكلكم، المواقف اللي صارت لي في الإمارات كثيرة وما تحصى. يعني أول شيء أحلامي كلها تحققت هناك، أول مرة طلعت على التي في هناك، أول جلسة تصوير لي هناك، كل إنجازاتي والأشياء الحلوة هناك. يعني الإمارات كان يعني بلدي الثاني غير السعودية، والحب يعني متساوي، اثنتينهم ما أرضى عليهم، مواقفها كلها سعيدة. بس وفي كثير مواقف باليوم الوطني، وأنا مرة مشتاقة إني أكون هناك، لأن كل سنة كنا نروح مسيرات ونحتفل بالشوارع مع الناس. إيه هلا كنت عم تقولي لنا تحت الهواء. إيه ويعني شيء حلو مرة، يعني تحس إنه كأنك واحد منهم وفيهم، وهذا شيء صراحة مرة اشتقت له حاليا. بس يلا جينا نحتفل من هنا يعني. طبعا كلنا من جد نحب الشعب الإماراتي، وخاصة إنه قريب مننا، نحس إنه يعني وخاصة إحنا كسعوديين يعني سعودي إمارات إمارات. إيه بالضبط، هذيك بلدنا الثاني على طول. فين مثلا إذا ما لقيت أحد في بلده أو مثلا ما هو كان موجود في السعودية، فين حتلاقيه في الإمارات. بصح اللي كتعجبني عندهم هي كما كنقولوا it's a land of opportunity، يعني يمكن لك تحقق فيها الأحلام ديالك، وكيعطوا فرص لكل شيء، يعني you feel home. صحيح أكيد. طيب أوكي. عندنا حاجة، يلا دابا غادي نختبركم على معلوماتكم على الإمارات. يلا. أوكي. يلا. ولكن ضروري صار لي خاصك تربحي، حيت أنا عارفة كنت ساكنة تما. إذا ما ربحت وضيفه أوكي أوكي، اللي عنده الجواب يهز يديه ويتجاوب فورا. يهز يديه. يرفع يديه. أوكي يلا هز يديه. يلا أوكي أوكي يلا هنبدأ. Are you ready؟ أنا أحب أربح بكل شيء يعني. أوكي أنا معولة على سالين. أنا معولة على سالين. مصيبة لو سالين ما لقيت الإجابات. يلا أوكي، في أي سنة تم الإعلان عن التوحيد الفيدرالي بين الإمارات؟ أنا متقول أنا. أنت تعرفي؟ 1971. صح. كنت بزعل. أوكي. مين كانت الإمارة الأخيرة اللي انضمت الاتحاد؟ أوكي عادي أعرفها أنا. هز يديه. يلا هز يديه. رأس الخيمة. يس. يس تمام. أوكي. مين كان الرئيس الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة؟ هذا السؤال ما في أحد في الدنيا ما يعرفه. الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الله يرحمه يا رب. Exactly. الله يرحمه. أوكي. شنو هو اللقب اللي ينادي فيه الشعب الإمارات الشيخ زايد الله يرحمه؟ بابا زايد. بابونا بابونا زايد. متصعبين. أوكي. كلنا كنعرفوا أن الإمارات دولة غنية بالنفط والغاز، لكن من منكم يعرف شنو هي صادراتها الثانية اللي تخليها من أقوى الدول اقتصادياً؟ هذه أتوقع أن الإمارات نفس بقية دول الخليج. نفس السعودية تقريباً. أيوة نفس بقية دول الخليج، لأن هم مشهورين أنهم يصيدوا اللؤلؤ. صيد اللؤلؤ أنه هو معناه إيش؟ أنه الإمارات كمان هي غنية باللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن كمان، أتوقع صح المعادن. أيوة. أنا بعرف كمان أنه هي من أهم الدول المصدرة للبلاستيك والمطاط. صح. ما عرفتش لمن غنعطي هذه النقطة واش المؤيد. أهم حاجة ما تنسوها زي دول الخليج كلها التمور. التمور احنا يعني ما شاء الله عندنا ثورة، هذه ثورة خليجية كاملة ما تنتهي طول العمر عندنا. صح. إذا كل واحد فيكم عنده نقطة. لا أنا لازم أفوز، ما في نقطة. تحتفل الإمارات بعيد العلم بثالث من شهر نوفمبر، وكان الشيخ زايد الله يرحمه أول من رفعه بأيديه. من منكم يعرف لشو بيرمز؟ اللي هي أول شيء أربع ألوان صح؟ اللي هي الأحمر والأخضر والأسود والأبيض، إذا ما خبضني صح؟ أحمر أسود. أيوة. بالضبط. أنا ها إيش تقولي كمان؟ طيب ترمز لإيش؟ اللي هي الوحدة العربية. فاليوم بيصير عمر الاتحاد 49 سنة، والإمارات كتستعد لاحتفال في 2021 بيوبيلها الذهبي. استخلوا الاحتفال الحلم، واش كتخيلوا واش كتخيل الحلم لهذا الاحتفال؟ ليك شو محمسة مش عارفة تحكي بقى. صافي أنا بديت كنحلم أصلا بالاحتفال، واش كتخيلوا هذا الحلم اللي غيكون، الاحتفالات اللي غيكونوا في هذا السنة وداك الشيء، سيرتو
صافي ما بقيناش كنحتفلوا بزاف وملينا فهاد السنة غتكون فيري فيري يونيك اصلا السنة كمان ورغم ظروف كورونا فينا نقول انه الاحتفالات بتشبه الاحلام وهي كثيرة ومتنوعة بكل الامارات بس بيبقى الاحتفال الرسمي هو الاروع وحامل السنة عنوان غرس الاتحاد وبيتضمن العرض منحوتة فنية عائمة فوق سطح البحر بتستعرض فقرات مستوحاة من قصة دولة الامارات وايامها العريقة واو 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 يس يس كبير والليلة الناس كلها في دبي بانتظار النسخة الخاصة من عرض تخيل وعرضين للألعاب النارية وطبعا برج خليفة راح يتزين بعلم الإمارات يعني بصراحة أنا أحسد الناس اللي موجودين الحين هناك لأن كل سنة كنت هناك بس السنة ما كنت موجودة ما علي يا سالين يلا أنا راجع قريب يعني إحنا أوكي صح إحنا في الاستديو هنا بس إحنا كده إحنا الأربعة يعني جسدنا رمز العلم الإماراتي بحبنا وفرحتنا باليوم الوطني الإماراتي وطبعا هذا يؤكد على وحدتنا العربية وكلنا نتمنى إنه السلام يعم في الوطن العربي كله إن شاء الله أكيد